في ثاني خرجات حملته الانتخابية التي اختار أن تكون من مدينة بن سليمان بولاية المدية، أكد عز الدين ميهوبي المترشح لرئاسية 12 من ديسمبر سعيه لبناء دولة مؤسسات حقيقية تعتمد على الكفاءة. نحرص مستقبلا إن شاء الله إن انتخبنا الشعب على أن نضع نصوص قوية ومتينة لدولة مؤسسات حقيقية، دولة تدار بالشفافية، بالعدل، بالإنصاف، بمنح الفرص لكل أبناء الشعب الجزائري حتى تكون عندهم القدرة في بناء بلدهم وفق تطلعاتهم، والتطلعات هذه هي أن تكون الجزائر دولة مؤسسات قوية صامدة ثابتة منتصرة دائما. ميهوبي شدد على أهمية الاعتماد على الزراعة كبديل أول للاقتصاد، مؤكدا أن عصرنة القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي ستكون من أولويته في حال فاز بثقة الشعب في الرئاسيات. الجزائر تتوفر على كل المؤهلات وكل الشروط باش تخليها قوة اقتصادية مؤسسة على الزراعة من الجنوب حتى الشمال. اطلعنا على عدد كبير من المشاريع اللي يمكنها أنها تغطي الأمن الداخلي الغذائي ويعني المائي والصحي، وكل لازم نحقه. الزراعة هي الرهان الدائم لأن ما هيش ثروة زائلة. هذا وأكد مرشح التجمع الوطني الديمقراطي مراهنته على خلق منظومة اقتصادية شفافة تحفز وتشجع الاستثمار الفلاحي.